دار الإفتاء تعلن أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ورئيس السيسي يتلقى تهاني من كبار رجال الدولة. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء فلسطين جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ويجدد رفضه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. في اليوم 85% من العدوان، نتنياهو يزعم تحديد موعد اجتياح رفح الفلسطينية، وواشنطن تؤكد عدم رغبتها في توسيع العمليات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عدم ثبوت رؤية هلال شوال ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وتقدم المفتي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام. استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال هذا الشهر الفضيل شهر شوال، استطلعته من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شوال. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر إبريل لعام 2024 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك. هذا وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وخلال الاتصال تبادل الزعيمان أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الشعبين الشقيقين من كل سوء، وأن يديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وباسم أعضاء مجلس النواب تقدم رئيس المجلس للرئيس السيسي بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتقدم عبد الرازق بالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ إلى الرئيس السيسي بأسماء آيات التهاني القلبية بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي برقية بهذه المناسبة عبر مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بهذه المناسبة، وعبر خلالها عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات
الإنسانيات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي وفاء رجال القوات المسلحة للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسا أمناء على المسؤولية الوطنية التي كلفهم الشعب بها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون مقدراته. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي. هذا وقد أصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة. كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية. كما بعث برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية. وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين، مشددا على أهمية الوجود الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وتم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين. في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم، الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وتابع وزير الداخلية خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، وذلك على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويبرز الوجه الحضاري للبلاد. وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، مشددا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات، مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين. كما وجه الوزير بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائي، والمتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد. وأعرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار
وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة. بعث رئيس الطائفة الإنجليزية القس أندريا زكي ببرقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأبدى رئيس الطائفة الإنجليزية عن أمله في أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والشعب بالخير والمحبة والسلام. كما بعث ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حيث تم استعراض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات. كما تم التأكيد على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتحذير من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له، الذي يضم السيد وائل زقوت وزير التخطيط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس رحب برئيس الوزراء الفلسطيني متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني ناقلا تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسيد الرئيس، ومشيدا بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافي لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع، حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في هذا الصدد. كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلا عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. وخلال استقباله لنظيره الفلسطيني محمد مصطفى بمطار القاهرة الدولي، شدد مدبولي على حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم التنموية. ومن جانبه أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ سنوات، معربا عن تطلعه لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وتواصل السلطات فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري.
المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري واستقبال طائرات المساعدات الدولية عبر مطار العريش يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية من مستلزمات غذائية ومواد طبية إلى الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن زيادة عدد الشاحنات الذي دخل عبر البوابات المختلفة من بوابة معبر رفح المصرية أو بوابة معبر كرم أبو سالم إلى 359 شاحنة دخلوا اليوم عبر هذه البوابات. 51 شاحنة دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية، 308 شاحنات دخلوا عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. هذا ضمن المجهودات المصرية لزيادة إدخال هذه الشاحنات والتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني على الأشقاء هناك. نتحدث عن بيان الهيئة العامة للتعليمات الذي قال أنه بعد المجهودات الكبيرة تم زيادة عدد الشاحنات إلى حد أدنى 300 شاحنة في اليوم. أما بالنسبة للمصابين فقد دخل اليوم 30 مصابا بالفعل إلى الأراضي المصرية بالإضافة للمرافقين الذين يعني يتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية سواء كانت في العريش العام أو مستشفى بئر العبد. نتحدث أيضا عن استمرار لإنزال المساعدات والإسقاط الجوي للمساعدات عن طريق الجسر الجوي للقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية. هذا بالطبع يأتي بالتوازي مع يعني المجهودات الأخرى للتفاوض والوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار باستضافة جميع الأطراف في الأراضي المصرية، وهذا ما قد حدث بالفعل بالأمس، وبالطبع في انتظار الخروج بانفراجة للأزمة أو لوقف هذا العدوان على الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية استراليا، حيث استعرض شكري آخر التطورات الخاصة بالعدوان على غزة ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة. وأكد الوزيران خلال الاتصال رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. أحال مجلس الأمن الدولي طلب فلسطين بأن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة إلى لجنة العضوية. وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد طالب خلال جلسة عامة للأمم المتحدة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة. وخلال كلمته أكد منصور أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب يجعل إسرائيل تتمادى في قتل الأطفال. واعتبر منصور أن حرمان فلسطين من العدالة والتمثيل والحق في ممارسة الحق غير القابل للتصرف على قدم المساواة من جميع الدول الأخرى غير عادل ومجحف. هذا وانتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق تعثر مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم إسرائيل وتحت الفصل السابع بوقف إطلاق النار فورا.
وخلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة، أكد عبد الخالق أن مجلس الأمن تعثر أيضا في إصدار قرار يلزم إسرائيل بفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات دون أي قيد لإنقاذ سكان غزة، كما اعتبر مندوب مصر أن إفلات إسرائيل من العقاب والمساءلة بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي منحها بعض لإسرائيل عقود، مطالبا بقرار أممي يفرض على سلطات الاحتلال وقفا فوريا لإطلاق النار. عقدت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع في الدعوة المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. حيث أكد ممثل دولة نيكاراغوا خلال الجلسة أن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة، مضيفا أن بلاده تطالب ألمانيا بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارستها ضد الشعب الفلسطيني. هذا ومن المقرر أن تستأنف جلسات استماع المحكمة غدا. زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه جرى تحديد موعد الاجتياح لرفح الفلسطينية دون كشف عن الموعد الذي تم تحديده. من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تطلع على موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، مضيفة أن واشنطن لا تريد أن ترى عملية واسعة النطاق لرفح الملاذ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، حيث شنت قوات الاحتلال غارات على جنوب شرق دير البلح ووسط مخيم المغازي ووسط قطاع غزة، وذلك تزامنا مع تنفيذ طائرات الاحتلال أحزمة نارية شرقي مخيم المغازي، كما استهدفت قوات الاحتلال أنحاء متفرقة من مدينة غزة وشمال المحافظة الوسطى ومناطق من جنوب القطاع. هذا وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت عددا من المجازر خلال 24 ساعة الماضية، وراح ضحيتها 32 شهيدا و47 مصابة، مشيرا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33,207 شهداء و75,933 مصابا من 7 من أكتوبر الماضي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني المعنية بالشؤون الاقتصادية للرئيس السيسي، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أشار مدبولي إلى أنه سيتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فور وصولها لمجلس الوزراء، مشددا على أن تنفيذها أولوية أولى في المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء ملخصا بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، منوها إلى المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي لأسعار المستهلكين بمصر بنسبة 3% تقريبا خلال شهر مارس. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية. تضمن البروتوكول الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال الربع الأول من عام 2024،
وخلال متابعته لجهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، شدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والقيام بالتدخلات اللازمة والفعالة، خاصة لهؤلاء الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أن أسعار السلع التموينية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، وذلك مع توفر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة. وأشار المركز إلى شن حملات رقابية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. انتهت أعمال تطوير ميدان الألف مسكن ومحور جسر السويس، والتي شملت توسعة الميدان وإنشاء مواقف خاصة للمواصلات وتجهيز لاندسكيب مدعم بالمقاعد الحضرية والإضاءات. وصل قطار التطوير إلى منطقة الألف مسكن شرقي محافظة القاهرة، حيث انتهت اللمسات النهائية للأعمال الإنشائية للميدان ونقل كافة الإشغالات بالميدان، مما عكس صورة حضرية. صراحة المنظر بقى جميل ونظيف وكل حاجة تمام، بقت كده أفضل من الأول بكتير. أنا من سكان المنطقة والمنطقة بقت جميلة جدا عن الأول بكتير قوي. أنا من سكان المنطقة وأول مرة أشوف المجهود الرائع دوت من القيادات، من رئيس الجمهورية شخصا، وكل المجهودين بالنسبة لحي عين شمس. التطوير الجميل العمل ده كويس وحلو، لأن كان قبل كده في عشوائيات، كان في عربيات وحاجات زي كده، فدلوقتي أفضل. صراحة حاجة حلوة جدا، لأنه يعني كان الأول المنظر ماشي، كناش بنعرف نلاقي ميكروباصات نشوفها، كناش بنعرف نلاقي طرق مواصلات بسهولة، لكن دلوقتي بصراحة دي حاجة كويسة جدا. لا بصراحة جميل، والدنيا بقت أحلى، ويعني الميدان ده بقى حاجة أشيك، والموقف الجديد والفكرة والحديقة بقت حاجة جميلة أوي. كان كله زبالة وميكروباصات عشوائي وكلهم بيروحوا في أي حتة، لا دلوقتي بقى منظم بصراحة هنا. أعمال التطوير شملت تزيين الميدان بالنباتات الزينية وإعادة تخطيطه، بالإضافة لإنشاء موقف حضري للميكروباصات بسعة 2300 ميكروباص، ويتكون من دور أرضي ودورين، بالإضافة إلى احتوائه على عدة أنشطة ومحال تجارية. الموقف حلو جدا ومنظم ومترتب غير هناك خالص. هو كان عبارة عن سويقة الأول، ودلوقتي بقى فيه نظام وفي حاجات نظيفة ومحلات وحمامات. لا دلوقتي أحسن طبعا، دلوقتي في نظام، الأول كان زحمة وكلهم داخلين في بعض وخناقات ومشاكل كده، أحسن بكتير. قامت بأعمال التطوير الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك في إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس، كما أن الموقف الجديد خلص المنطقة من الازدحام والتكدس، مما سهل المرور بالشوارع المحيطة ونقل صورة جمالية لأهالي المنطقة والمواطنين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والبحر والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
وبأخبار الطقس انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. دار الإفتاء تعلن أن الأربعاء هو أول أعياد أو أيام عيد الفطر المبارك، ورئيس السيسي يتلقى التهنئة من كبار رجال الدولة. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء فلسطين جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ويجدد رفضه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. في اليوم 85 بعد 100 من العدوان، نتنياهو يزعم تحديد موعد اجتياح رفح الفلسطينية، وواشنطن تؤكد عدم رغبتها في توسيع العمليات.